أهلا بيكم. سيترون اسم فرنساوي قديم وله تاريخ عريق. انتشرت العربية في أغلب دول العالم وفي مصر كمان. يمكن في بداياتها المصريين ما كانوش متعودين عليها، لكن بعد شوية ابتدوا يجربوها ويتملكوها وابتدوا يتعودوا عليها. زاد شهرة سيترون في فرنسا مع الرئيس الفرنسي شارل ديغول، اللي تعرض لأكثر من 30 محاولة اغتيال. في أحد المحاولات ورايح مطار أورلي من قصر الإليزي مع سيدة القصر في شارع الحرية تحديدا، اتعرضت عربيته سيترون دي اس لوابل من الرصاص. أكثر من 140 طلقة قتلت 2 من الحرس الخاص، كسرت العربية وقطعت الكاوتش، لكن العربية ما وقفتش، فضلت مكملة وقدر السائق الخاص يهرب بيهم ويوصلهم للمطار بأمان. من أهمية الحدث ده توثق بفيلم سنة 1973 عن محاولة اغتيال الرئيس الفرنسي شارل ديغول اللي تسمى على اسمه أحد أكبر مطارات فرنسا. من أشهر موديلات سيتروين القديمة سيتروين 2CV أو البطة كما أطلق عليها الفرنسيون، اللي كانت شبه الفولكس فاجن الخنفساء الألمانية. كانت عربية 2 سلندر 22 حصان. أهم مكان ما يميزها أنها فضلت لحد سنة 1990 ينفع تدور بالمنافلة. كمان سيتروين سي أكس وأشهر عربية كانت تتميز بعفشة ومساعدين بتظبط ارتفاع العربية ذاتي، وكان تصميمها انسيابي لدرجة أن إزازها الخلفي ما كانش محتاج مساحة لإزالة المية. أول عربية سيتروين اتعمل منها إنتاج ضخم كانت سيتروين تراكسيون أفان موديل 37. بداية تصميمها كان سنة 1933 و34، أنتج منها حوالي 760 ألف قطعة لغاية سنة 57. دي كانت العربية اللي استخدمها الفنان الراحل يوسف شعبان أو محسن ممتاز ضابط المخابرات في مسلسل رأفت الهجان. تميزت العربية دي بحاجتين مهمين. أول حاجة أنها دفع أمامي، ودي كانت من الحاجات الغريبة اللي ظهرت في العربية في الوقت ده. تاني حاجة أنها كانت شاسيه جزء واحد، وده كان أخف وزن بحوالي 70 كيلوغرام عن الشاسيهات التانية. العربية كانت بتوصل لسرعة 100 كيلومتر واستهلاك بنزينها كان 10 لتر لكل 100 كيلو. كانت فكرة أنها قطعة واحدة مقلقة، لكنهم عملوا عليها تجارب أنهم حدفوها من على مكان عالي عشان يشوفوا قوة تحملها. تعرضت في معرض كبير بباريس سنة 1934، تسمت Queen of the Road. إزاي سيترون حافظت على نجاحها؟ تعالوا أقول لكم. سيترون ابتدت في تصنيع العربيات سنة 1919 لمؤسسها أندريا سيترون. بداية شركة سيترون في تصنيع العربيات كانت في مارس 1919 لمؤسسها أندريا سيترون، اللي كان بيعمل في مجال تسليح الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الأولى من 1914 ل 1918. بعد انتهاء الحرب العالمية انتبه سيترون انه حتى لو كان فكر لقدام وعمل مصنع ما كانش هيكون فيه تصنيع او منتجات بسبب الحرب، بس حبه للعربيات وارتباطه بشركة مورس للعربيات وشغله معاه لمدة 6 سنين كان دافع لي انه يفكر في انشاء مصنع للعربيات، ومن هنا كانت الخبرة ليها دور كبير وسهلت عليه فكرة انشاء المصنع اللي تعطل انتاجه تاني من سنة 1940 بعد اعلان الحرب من قبل فرنسا على المانيا، ولكن المانيا احتلت جنوب فرنسا ورجعوا تاني اعادة تصنيع سنة 1945. توالت موديلات سيتروين من عربيات ومواتير بدون منافلة الى موديلات بمواتير بنزين وكهرباء كمان. انتشرت في اغلب دول العالم زي كندا والمكسيك وكوريا والولايات المتحدة الامريكية. استخدم العربية سيترون الرئيس الفرنسي جاك شيراك، نيكولا ساركوزي، فرانسوا أولاند، وما زالت تستخدم في سيارات الرئاسة الفرنسية كعربية أساسية للرئيس إيمانويل ماكرون. أكثر من 300 موديل سيترون بداية من أول إنتاج سنة 1919، عربيات الرؤساء السابقين والحاليين، عربيات تستخدم في تصوير الأفلام التاريخية، كل ده موجود في متحف سيترون بالقرب من باريس. قصة نجاح عمرها 103 سنة ابتدت من تسليح الجيش الفرنسي إلى عربيات الرئاسة الفرنسية.